أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم معا نربي من خلال قناة الأنيس الفضائية. اليوم اخترت موضوع مهم جدا يشغل بال الأمهات خاصة، وموضوعنا عن ابنتي والحجاب. أكيد أن الأمهات لما تبدأ تكبر البنت يعني يحدث هنالك صراع بينها وبين ابنتها حول الحجاب، والحجاب كما نعلم جميعا هو فريضة، مثله مثل الصلاة، مثل الأركان الأخرى التي فرضها الله عز وجل على المرأة، خاصة وأن الحجاب فيه السترة وفيه العفاف وفيه من ما يزيد من المرأة من جمال. لهذا فلنجد أن الكثير من الأمهات تحرص على تعليم بناتهم الحجاب منذ الصغر، وهذه نقطة مهمة جدا وجميلة في نفس الوقت، لأنه حتى يسهل علينا تعليم بناتنا ارتداء الحجاب وتحبيبهم في الحجاب، لابد علينا أننا نبدأ منذ نعومة أظافرهم، نعلمهم الحياء، نعلمهم العفاف، نحاول أن نربيهم تربية فيها حشمة وحياء، خاصة البنت لما تكون صغيرة، لأن الأم دائما تشوف أن بنتها ما زالها صغيرة في نظرها، ولكن اعلمي أيتها الأم أن تلك البنت الصغيرة راح تكبر وتصبح مراهقة وتصبح امرأة وتصبح زوجة، ثم بعد ذلك تصبح أما. إذا غرست فيها القيم الجميلة والمعاني السامية للحجاب، أكيد أنها راح تغرس هي كذلك في بناتها مفهوم الحجاب. إذن كما سبق أن ذكرنا أنه لابد علينا أن نعلم بنتنا ارتداء الحجاب منذ الصغر، يعني نربيها خاصة في الملابس تاعها اللي تلبسهم. لما نشوف بنتي مثلا 6 سنوات 7 سنوات هي اللي راهي تختار الملابس اللي تلبسهم، فهنا شيء جميل، ولكن لابد أني نرافق بنتي في الملابس، نرافق بنتي في اختيار الملابس، حتى ما تكونش ملابسها ضيقة، حتى ما تكونش ملابسها شفافة، وحتى ما تكونش ملابسها يعني تجذب الأنظار وهي في سن معينة. كلما كبرت هذه البنت الصغيرة فإنها تتعود على أنها لما تروح تشري الملابس أكيد راح تختار الملابس التي فيها حياء وفيها سترة وكذلك جمال لها. فموضوع الحجاب موضوع مهم جدا، لأنه خاصة بالنسبة للبنت. الآن المشكلة اللي راهي تعيشها الأمهات أنه لما توصل البنت سن معينة، خاصة سن المراهقة وهي مرحلة يعني فيها توتر فيها قلق من طرف الأولياء، لأنه لما تكون البنت صغيرة وكأننا نقول راهي في يد أمها، يعني راهي كما نقول إحنا يتواكب كل أوامر اللي تأمرها أمها. لكن لما تكبر شوية نصيبه أنه هذا البنت وكأنها تتمرد قليلا عن أوامر أمها، عليها لأنه تبدأ تشعر في سن المراهقة أنها كبرت، أنها مثلا عندها اهتمامات أخرى بدلا من أنها تساعد أمها مثلا في المطبخ، عندها الدراسة تاعها، عندها ربما رفيقات يعني تخرج معاهم، كل هذه الأمور راح تأثر عليها. فأنا أنصح الأمهات، وهي رسالة أقدمها للأمهات، إذا أردت أن تعلمي ابنتك الحجاب فعليك أن تبدأي معها من الصغر، لأنه راح يصعب الأمر لما تدخل بنتي مرحلة المراهقة. وأنا لا أعمم، لأنه كاين حالات هناك يعني بنات يعني ما شاء الله تمر عليهم المراهقة مراهقة هادئة، مراهقة يعني فيها سلم وأمان، مراهقة فيها حب، ما فيها الصراخ، ما فيهاش اصطدام مع الأب ولا الأم، هذا شيء جميل. لكن بالنسبة للبنات اللي نصيبوهم يأثر عليهم يعني المجتمع، خاصة إذا كان أنا كنت من نوع مثلا الأم اللي تعمل وما رايش تراقب بزاف بنتها، وكذلك بنتها راي عندها رفيقات، وهذه نقطة مهمة أريد أن أوصي عليها، لأنه كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصاحب ساحب، فحذاري أنه نخلي بنتي تكون عندها يعني رفقة سيئة، يعني تكون عندها رفقة من البنات يعني كما نقول إحنا يتغير أسلوبها، تغير في التربية تاعها، هذا يعني شيء راح يضرنا جميعا.
جميعا كأمهات. لذلك نحرص على أنه ابنتي ترافق البنات اللواتي يعني يرتدين الحجاب، البنات اللواتي يعني متفوقات في الدراسة، البنات اللي نشوف فيهم الأخلاق الحسنة. دائما لابد أنني أراقب ابنتي وأرافقها، لأن الشيء الجميل لازم ابنتي تكون صديقتي، تكون حبيبتي، نكون أدرى، أنا أمها أدرى بكل ما تقوم به ابنتي، سواء في البيت ولا خارج البيت ولا في المدرسة ولا مثلا لما تخرج تشتري أي شيء. لابد أن ابنتي تكون على عيني في كل ما تقوم به، هذا ليس ضغطا مني وإنما من بعيد راني نراقب في ابنتي. الآن ما يحدث الآن يعني في البيوت خاصة بين الأم والبنت، إذا بلغت البنت يعني ظهرت عليها علامات البلوغ، هنا الأم تبقى في حيرة، تقول لك أنا بنتي لازم تتحجب. خاصة البنات في فترة المراهقة يعني راح تحدث تغيرات فيزيولوجية في الجسم تاعهم، نصيبوهم مثلا نصيبها تزيد في الطول وتزيد في الوزن، وهذا راح يأثر عليها. فنوعا ما لابد هنايا أن كما نقولوا احنا لابد أن أجلس ابنتي وأن أحاورها حتى أقنعها بارتداء الحجاب. نكمل بعد الفاصل. عدنا إليكم حبيباتي في موضوع الحجاب. بناتنا هم فلذات أكبادنا، كلما كبرت البنت كلما صغرت في عين أمها. يعني دائما نرغم أن البنت راهي تكبر ونشوفوها يعني راهي تتغير، ولكن دائما بالنسبة للأم في نظرها نشوفوها دائما تشوف ابنتها أنها صغيرة. نعم هي حقيقة صغيرة لأنك تعطفي عليها وتحبيها، والبنت دائما قريبة إلى أمها، لكن لما توصل مرحلة معينة وهي مرحلة الحجاب لابد أنني لا أقول أتشدد مع ابنتي، وإنما أجلسها وندير جلسة حوار مع ابنتي. أولا نعرفها على الحجاب، ما هو الحجاب؟ نعرفها أن الحجاب هو فرض، يعني نحكي معها ندردش معها أن الحجاب راهو سترة، لابد أنني أعاملها بلطف حتى أكسب قلبها وأغرس فيها حب الحجاب، لأنه أريد من ابنتي أن ترتدي الحجاب عن قناعة وليس عن ضغط وليس عن كره. هذه نقاط مهمة جدا يا أم. أنا أريد أن أقول كل أمهات ابنتك لازم أن ترتدي الحجاب عن حب، تكون حبت الحجاب وتعرف قيمة الحجاب وتعرف لماذا ارتدت الحجاب، وخاصة لما مثلا تتكلمي مع بنتك ومثلا تذكرين لها قصص يعني من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابيات وبيت النبوة، وكيف أنه لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمورهن على جيوبهن، كيف ركضت يعني الصحابيات وكيف احتجبت، ونحكي لها يعني القصص التي حدثت كذلك في السترة والعفاف. وخاصة يعني المجتمع أصبح لا يرحم، فأنا لابد أني نبه ابنتي أنه الحجاب راهو سترة لها، راهو جمال. لأنه كاين بزاف البنات تقول أنا ما نديرش حجاب وصاحبتي ما تديرش حجاب، وأنا ما ندير حجاب لأنه حبيت نلبس هذا اللباس المعين. وكثير أنه يعتقد أن كثير من البنات عندهم الفكرة أنه لما تدير حجاب راح تولي مثلا في سجن، ما تلبش هذه ما تدير هذه. لا بالعكس، الحجاب راح يزيد من جمالك، الحجاب راح يحفظك، الحجاب كما يقولوا راح يفتح لك عدة أبواب. وكثير من النساء المتميزات والناجحات سواء في الدراسة ولا في مجال الطب ولا في أي مجال كان نجاحهم يعني بالتزامهم بالحجاب. كذلك نقطة مهمة نذكرها للأمهات تساعدهم كثيرا باش يقنعوا بناتهم على الحجاب: نصطحب بنتي معايا لما نروح للمسجد، لما نروح نحضر حلقات تاع الذكر فيها يعني البنت راح تلاحظ انه اكيد اللي راهم يدخلوا للمسجد نفسها تقريبا في السن راهم متحجبات، هذا راح يزيد
يعني حبها، خاصة إذا كانت ابنتك مثلا راهي كيما نقولوا حنا تخالط بنات، يعني خارجين شوية كيما نقولوا بنات كيما نقولوا حنايا ما عندهمش قناعة على الحجاب، فلما تجيبي بنتك المسجد وتجلس معاك في الحلقة راح تفرح لما تشوف كاين بنات في سنها يرتدوا الحجاب وفرحانات بالحجاب. فهذه نقاط مهمة. نقطة أخرى كذلك جميلة جدا هي نقطة الهدية ونقطة التشجيع. أنا بنتي لما تساعدني في البيت في أمور البيت خاصة لما هي بنت نهدي لها هدية ونحاول نتقرب لها، نهدي لها مثلا نشري لها طاقم تاع الصلاة باش نزيد نحببها مثلا في ارتداء الحجاب. لما توالف هذاك الطاقم في البيت راح ممكن تلبس لك الحجاب في كما نقولوا حنايا لما تخرج. الهدية عندها وقع خاص عند بناتنا، راح تحببها في الحجاب خاصة إذا كانت يعني خمار أو غير ذلك فيه لباس محتشم. هذه يعني أمور بسيطة، خاصة إذا كانت البنت في سن المراهقة راح يصعب عليك قليلا نوعا ما إذا كانت عقلية البنت مثلا مدللة، لأنه البنت الوحيدة في البيت والبنت المدللة يصعب أن يعني نفرض عليها أمر. نحن لا نفرض عليها الحجاب وإنما نحببه فيه. لماذا؟ لأنه لما تبلغ البنت ضروري أنها تحتجب وكما نقول إحنا تستر نفسها، وهي فرصة جميلة جدا للأمهات لابد أن تغتنمها، لابد أن يعني كما نقولوا حنايا تصنع من ابنتها قدوة لغيرها، لأن الأم في حد ذاتها راهي مرآة عاكسة لابنتها. فالأم لما تكون ترتدي الحجاب، الأم لما تحافظ على صلاتها، الأم لما يعني تكون في أفعالها كلها توجه رسالة لبنتها، لأن وين تروحي راكي تدي معك ابنتك، راكي تجلسيها في البيت إذا كانت وليمة تاخديها. فلما تلاحظ هذه البنت تصرفات أمها أكيد راح تقلدك، وأكيد أنت لما تشوفي أنه ابنتك وقعت في الخطأ أكيد راح تصحي الخطأ ديالها كما نقولوا حنايا وراح توجهيها. فنقطة الحجاب نقطة مهمة جدا في حياة بناتنا. فأجمل يعني رسالة تقدمها الأم لابنتها، وأجمل يعني أجمل هدية تهديها الأم لبنتها أنها تقنعها بارتداء الحجاب. وكذلك نحن نريد بالحجاب مصلحة بناتنا، خاصة ما يحدث الآن في المجتمع من آفات اجتماعية كثيرة ومن الاختلاط وغير ذلك، ويعني التطور التكنولوجي والهواتف وغير ذلك يخلي بناتنا يعني كما نقولوا حنايا يهربوا شوية من الواقع لهم يعيشوا في البيت ويروحوا للمجتمع يتعلموا عدة آفات سيئة، خاصة إذا كانت الأم ما تراقبش بنتها، ما ترافقش بنتها، ما تعرفش بنتها نوعية اللباس اللي راهي حتى تلبسه. فهذا أمر خطير. نحن نريد أن نصنع من بناتنا المثال الجميل. أنا راني حابة بنتي تكون لؤلؤة مكنونة. الحجاب عمر الحجاب يا بناتي لم يكن الحجاب أبدا عائقا لتفوقك ولا عائقا لجمالك، وإنما بالعكس الحجاب هو الذي يعطي الصورة الجميلة لبناتنا وكل يعني النساء. فهذه هي النقاط البسيطة يعني باش نحبوا بناتنا في الحجاب، وخاصة الدعاء. ثم الدعاء لابد أننا ندعيه في الصلاة، ندعيه في أوقات استجابة الدعاء أن الله عز وجل يهدي بناتنا ويصلح حالهن ويهديهن إلى الحجاب والسترة والعفاف. ويجب أن تتأكدي يا بنيتي أنه يعني لا يوجد شيء يحميك يعني في هذه الدنيا. أكيد أن الأب والأم يخافوا عليك ويحبوك ويحموك، ولكن حجابك أكيد سيصونك ويزيد من عفتك وطهارتك. إلى هنا نأتي إلى نهاية موضوع حلقتنا لنهار اليوم، ألقاكم في حصص أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.